بدأت هيئة الرقابة التركية على الأعمال التلفزيونية بدراسة وضع قانون لمنع الأطفال دون الأربع سنوات من الظهور بالمسلسلات التركية نظراً للإرهاق الشديد اللي بيتعرضوا له من دون إرادتهم لأنه أهلهم هن اللي بيتعاقدوا على مشاركتهم بهالمسلسلات. وتسبب المسلسل التركي حب أعمى بموسمه الثاني باتخاذ هالقرار بعد ظهور الطفلة أرفن بيرن اللي تطلب تصوير العمل أكثر من 10 ساعات يومياً لخمس أيام بالأسبوع، وهالشي اللي اعتبرته الرقابة التلفزيونية إرهاق كبير لطفلة ما بيتجاوز عمرها أشهر معدودة.